السلام عليكم، اسمي محمود المهدي، عمري 16 عام، كنترينر بالنسبة لجمعية تامودة، جمعية تامودة الثقافة والرياضة بمدينة الفنيدق. شاركت الحمد لله في عدة بطولات جهوية وعدة قالات، الحمد لله ربحت جوج قالات بروفيسيونال في الفترة الأخيرة، وكنتمنى تدعوا لي بالتوفيق، وكنشكر الوالدين ديالي اللي كيدعموني والأخ ديالي الكبير، وشكرا بزاف للأستاذ مساوي، شكرا بزاف. السلام عليكم، الاسم ديالي فردوس العاقل، بطلة من أبطال جمعية تامودة. شاركت بزاف البطولات الجهوية وإن شاء الله غنكمل المسار ديالي مع جمعية تامودة، وكنقدم الشكر الحار للأستاذ ديالنا محمد المساوي اللي كيكافح ويساهم باش تكون جمعية تامودة في أكمل وجه. السلام عليكم، الاسم ديالي أميمة المستاوي وأنا بطلة من بطلات جمعية تامودة. شاركت في بعض البطولات الجهوية وإن شاء الله نشارك في بطولات المغرب وإلى ولملا بطلة العالم إن شاء الله. وكنبغي نشكر من هذا المنبر جمعية تامودة والأستاذ ديالنا أستاذ محمد المساوي. السلام عليكم، انا اسمي ادم معلم، شاركت في بطولة الشمال، حققت نتيجة كبيرة وان شاء الله نشارك بطولة المغرب وبطولة العالم. السلام عليكم، ايما سويت مانيشو سيغ زكي الحسين ماتريني غعام ومزكي قنادي، ان شاء الله شارك بطولة دوزت ستاج مزيان. شكرا محمد المساوي. السلام عليكم، اسمي محمد، انا 15 سنة وانا كنترن مع الاستاذ المساوي، كنجي من سبتة من هاد النادي نترينار، هادي 15 سنة والحمد لله ماشيين بخير، شوية كنترينارو فهمتي، والرياضة هي كلشي، وكنحسوا راسنا بخير وسبورت، والحمد لله الأستاذ ديالنا كيدربنا وكيورينا الحاجات، وبفضل هاد الرياضة كنبعدوا على بزاف حاجات خايبين الحمد لله، وشكرا جزيلا للأستاذ ديالنا محمد مساوي. السلام عليكم، انا ايوب، كنتمي لهاد جمعيه تامودة المساوي، والحمد لله بفضل هاد الجمعيه شاركت في عده بطولات وطنيين وقالات دوليين، وهادشي راجع من الفضل الاستاذ ديالي محمد المساوي اللي كيخدم معنا اكثر من المجهود ديالو.